طبعا اليوم هنسوي لكم كبدة المعلم. طبعا قطعنا عليها فلفل حار. لا قليل من الزيت هذا. ثم نضعه زيت زيتون. خلطنا زيت زيتون مع قدي. طبعا هنا في فلفل وبصل لين يذبل البصل. وضعنا قليلا من الملح. طبعا نخليها هنا على نار عالية لين تتغير لونها. وقف كم دقيقة ضل على الفرن؟ ضل حوالي كده تستوي بسرعة كل ساعة.